وبنفس الوقت انطرح اسم نوال الكويتية، وبما انه التحضيرات صارت قريبة سألنا نوال اذا فعلا حنشوفها بأرب ايدل او لا. والله لسه بعد ما يعني ما تأكد شيء، يعني صار في كلام لكن ما في شيء رسمي يعني. والعام الماضي أعلنت عن مشاركتها بلتنة تحكيم The Voice لما كتبت تويت قالت فيها: أشكر إدارة قناة NBC على دعوتهم الكريمة بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج The Voice. لكن هالشيء ما صار، فهل ممكن نرجع نشوفها بهالبرنامج الموسم القادم؟ لا لسه ما في ولا شيء نحكي يعني، لحد الآن ما في شيء رسمي. ويعني أنا بعد مركزة الحين عندي ألبومي، وقت الألبوم ما أقدر أسوي ولا شيء يعني، هو التركيز أكثر على الألبوم. وموضوع ثاني شغل الصحافة والجمهور، وهو مصالحتها مع أحلام مباشرة على الهواء في برنامج مجموعة إنسان برمضان الماضي بعد قطيعة دامت لسنوات. قلت يا أني أنا وايد أحبك وأنا فقدتك وايد. وأنا بعد والله. وايد فقدت. وأنا بعد حبيبي. أنا بعد. وترندينج أكيد سألها عن طبيعة العلاقة بينهم حالياً. وايد حلوة، وايد حلوة، متواصلين أنا معاها ونظل إحنا يعني زملاء بالأول، وبالتالي بعدين إحنا خوات، يعني إحنا كنا قراب على بعض، وإن شاء الله ما يصير أي خلاف يعني. إن شاء الله يا نوال. وهي وأحلام وعدوا بعض إنهم يمنعوا تكرار هذا الشيء. إحنا تواعدنا الحين، كنا متواعدين. الحين توعدنا مرة ثانية إنه ما يصير إن شاء الله أي خلاف. بارك لك على الأغنية الجديدة. دائما في كل شيء يعني، دائما أنا معاها متواصلة. قلبي عليك يعني من بعد المصالحة الكبيرة بينهم، يعني ما نقدر نعرف إذا رح يكونوا مع بعض في لجنة تحكيم أرب آيدل، وإذا صار هذا الشيء رح يكون أول تواجد لهم في برنامج واحد مع بعض. طبعا بسبب الخلاف اللي بينهم كان قليل جدا ما نشوفهم بأي حفل أو حدث مهم مع بعض، لكن ما نقدر ننكر إنه هم يعتبروا من أكبر النجمات في الخليج، طبعا عندهم جماهيرية جدا كبيرة. صح.